السلام عليكم حبايب قلبي يلا بينا في حلقه جميله جدا من وطبقة ليلى بس ما ينساش اللايك الجميل ودعم كل القناه وبنبدا حلقتنا بالجميل اراف واخيرا اقنع فيان ان مفيش حل لمشكلته غير ان هو يقابل مامته هي الوحيده اللي هتقدر ان هي تقنع يعني الفتاه دي عشان هي ام عزباء زيها بيقتنع الجميل بيروح بقى على كاس عشان يحاول يقنعها وهي كمان بتقوله ازاي قابل حد انا ما اعرفوش هي يعني بيكون مستغربه جدا ازاي هو مصمم كده ان هو يساعد وطبعا بقى قرف بيلح جدا ويقول هو يعني ساعدني كتير وانا كمان محتاجه اساعد وما تلاقيش خالص هو مهذب جدا في الاخر بقى بتقتنع وكمان دودو كده بتتريق عليها بتقولها أنتي انت هتروحي يعني تقنعيه بالحب وكمان هتتكلمي في مشكله انت مش قادره تحليها كاس بتقولها عندك حق انا عندي نفس المشكله وكمان يمكن كمان المشكله بتاعتنا متشابهه جدا بس انا هتكلم معاه بصراحه واخليه كمان يراعي ظروف الفتاه دي ويخلي ما بينهم طبعا مسافه زي ما السيد فيان عامل كده بالظبط بيظهروا بقى هما الاتنين في الاجتماع والاتنين بيجيلهم رسائل في وقت آه واحد من الجميل اراف ان هما هيتقابلوا الساعة آه ستة وكمان بيقولها على الثياب ان فيان هيكون لابسة طبعا بقى الفتاة الجميلة قاعدة جنبهم وملاحظة المسجات اللي عمالة تجيلهم الاجتماع بيخلص وفيان بيقول لها انا عندي مشوار كده عشان كده في رسائل كده كتير وهي كمان بتقول انا عندي عمل لازم اعمله حالا بتروح بقى على المكتب بتاعها تتفاجئ بقى بهديه جميله ويكون التصميم اللي نفسها يعني تشوفه من زمان طبعا لمصمم عالمي والتصميم ده اصلي طبعا بتكون فرحانه جدا بيكون فيان بقى اللي عامل لها المفاجاه وبيقول لها انا ما اشتريتوش ولا حاجه انا قابلته شخصيا وكمان قلت له ان التصميم ده يعني مكانه عندنا هنا في وسط المهندسين ما ينفعش يبقى على جدران حائط طبعا بتكون فرحانه جدا كاسه هو سعيد ان هي مبسوطه يلمح لها بقى كده ان حلمها اتحقق وان الاحلام يعني استحاله ما تتحققش عايز يقول لها يعني في امل ان احنا كمان نكون مع بعض ان حلمي اكيد هيتحقق بتبصله أوي قوي كده يعني مستغربه الكلام وبتحس ان دقات قلبها كالعاده يعني بتدق من كلامه بتروح بقى تكون جاهزه كده عشان تقابل طبعا روبن ما تعرفش اللي هو فيان وكمان اعرف بيقولها اتأخر عليك شويه احنا كلنا متعاقبين هنا في المدرسه بتقول كمان كاسه يعني هقابل ازاي بيقولها كل المواصفات وبيكون بيلح يعني ان هي تروح بسرعه وكمان بياكد على فيان يروح في الميعاد وإن هو هيلاقي حل لمشاكله اول طبعا ما يقابل امه كاسه الجميله بتوصل في الميعاد بالظبط بتلاقي بقى شخص قاعد فعلا في نفس المكان ولابس نفس الثياب لكن بتتفاجئ وبيجي لها صدمه ان الشخص ده هو طبعا او روبن هو مين هو فيا يعني بتفتكر كل الاحداث وبتربطها كده مع بعض بتكون مش مصدقه نفسها يعني ان هو اللي بيقابل كل يوم اراف وتربط الاحداث كلها مع بعض مش مصدقه وبيحس بيان بيها بيقوم كده لكن هي تستخبى على طول بيحس كده يعني بالبرفان بتاعها او بريحه الحب او ايه بتبقى ماشيه كده مصدومه بتجمع كل الاحداث كده مع بعض وكمان بتفتكر قد ايه اعرف بيحب وبيقول ان هو شخص يعني كويس جدا وان هو شخص يعني استثنائي وقد ايه بيلح عليها ان هي تتكلم معاه وكمان تقنع الفتاة اللي هو بيحبها بتكون ماشية مش واخدة بالها خالص بتشاور بدل العربية الاجرة بتشاور العربية فيان وفيان بقى مش مصدق نفسه انت موجودة هنا في النادي انا حسيت اللحظة ان انتي جنبي بتتنفس كده عليه بتقوله لا انت اكيد يعني بتهيأ لك انا كنت عندي صديقة ليا هنا بتجري على طول وتركب العربية هو كمان بيكون مستغرب اراه بيوصل على المنزل وبيقول لفيان ثواني يعني بسيطة وهوصل انا ودود للنادي لكن بيقول له لا خلاص انا مشيت بيكون متضايق جدا بيقول له اكيد لما انت مشيت امي جت طبعا بقى كمان بيقول لكاسة كاسه يعني انت ما ليه فيان وعايز كمان يعني ان هي تكلمه في التليفون فيان بيقول له مامتك يعني متعبه ولسه جايه دلوقتي المنزل ما نتكلم دلوقتي لكن اعرف بيكون بيلح وخصوصا على كاسه طبعا كاسه بتمسك التليفون وبتسمع صوت فيان وبتقفل الخط وتعمل نفسها بتتكلم والنسكه اتقطعت يعني غصب عنها بيحاول قرف يتصل تاني فيان لكن الجميلة بتقول الموضوع ده يعني خاص جدا ما ينفعش نتكلم يعني في في التليفون هنتقابل اكيد في وقت تاني وبيوصل الجميل فيان يعني المنزل بيلاقي مامته معاها اصدقائها وكمان بتودعهم بيشك بقى ان هم اتكلموا عن زواجه لكن هي بتاكد له ان هي ما اتكلمتش خالص عن زواجه مش هتتكلم ابدا طبعا هو بيقول لها يعني ما تتضايقيش ابدا وهي بتقول له خلاص انا سبتك يعني براحتك واهم حاجه عندي سعادتك بيقول لها اكيد هنوصل يعني لحاجه اكيد يعني ترضينا احنا الاثنين وكمان بتقول يلا عشان تتناول العشاء بيبص كده الاكل لها انت جايبه يا امي اكل جاهز لا ولا يهمك عاملك احلي فطاير وبيعمل حركات مضحكه كده بتكون سعيده طبعا وبتظهر كاسه الجميله وعامله بقى فيها المحقق رومبو عايزه تعرف فيان علي في قراف ان هو يعمل كده ولا لا بتاخد بقى المسكين قراف وعامله بقى يعني الاكل اللي هو بيحبه بتستدرجه كده في الكلام وبتساله اشياء كتير وكمان بتساله هو جاي يعني البيت او وصلك او كمان خرجتوا مع بعض لكن كان بيقول لها لا مفيش حاجه خالص طب انت يعني عارف اسمه الحقيقه وهو عارف اسمك لكن بيقول لا احنا اكتفينا بالاسامي يعني اللي احنا عاملينها لبعض أعراف المسكين بيكون زهق من كتر الأسئلة وبيقول لها يا أمي بقى أكمل الأكل بتاعي قدام طبعا الفيلم بتظهر دودو بقى وهي جاية متحمسة جدا وكانت مع فيان في الموقع وشافت الملجأ بقى وقالت كان التصميم رائع جدا طبعا بقى بتسألها بردو كاسة وبتكمل المخابرات بتاعتها والتحقيق بتاعها وأن فيان يعني جاء قبل كده المنزل ولا بتقول لها أيوة لما ترك لك الرساله في حاجه ولا لا بتقول لها لا بسالك طب انت ما عزمتوش يدخل او حاجه قالت لها لا انا كلمته بس من الخارج وكمان بتسالها كاسه لما بتكوني بتقابليه اكيد قراف بيكون معاكي بتقول لها لا لا اكيد لا خالص انا بروح لوحدي طب هو بيجيب سيره قراف او سيرتي بتقول لها دودو صراحه انا عرضت عليه ان انا يعني ادخل ما بينكم لكن هو بيقول لي لا انا هصبر وكمان ما هو بيقابلني يعني بيدافع الحب ليا ما بيدخلش اي علاقه شخصيه لكن انت لو حابه ان انا المره الجايه اعزمه هنا يعني ما يميكيش كذا بتقول لا استحاله اوعي تدخليه المنزل او اي شيء يعني من الحاجات دي من غير طبعا ما تقولي هو بيظهر الجميل يفراج ومعاه الحربايه بتاعتنا طبعا قاريت وبيكون في لقاء رومانسي كده مصدق الراجل يعني كده ياخد هدنه كده خارج المنزل وهو طبعا وزوجته لكن هي ما بتبطلش كلام عن كاسه وكمان عايزه تحرض كل العائله عليه وبتحرضه هو كمان وبتقوله ان في علاقه ما بينها ما بين فيان وان هو عرض عليها الزواج لكن كمان هي رفضت لكن هو بيلح عليها طبعا يفراش بيلغي الكلام ده كله وبيقول لها هما الاثنين كبار مش محتاجين خالص ان احنا نتدخل ما بينهم بيسدها بالكلام وبيقولها يا ريت ما نشغلش بالنا خلينا في اللقاء بتاعنا احنا جايين يعني لقاء رومانسي كده مع بعض بقالنا فتره يعني ما بتقابلناش يعني خارج المنزل وكمان مرتحناش ارتحناش يا ريت كمان ما سيره اي حاجة وبنروح للجميله كاسه بتكون مشغوله طول الليل مش عارفه تنام عايزه تعرف فعلا فيان علي أراف في ويتعرف يعني عليه عشان يتقرب ليها ولا كانت صدفه تفضل كده بقى تساله عن فيان ياما وهو كمان بيكون بيحب فيان قوي بيقول ده بيحللي كل مشاكلي وان هو بالنسبه لي بطل يعني بيفضل يقول كلام يعني ايجابي جدا عليه وان هو بيحس كمان بالامان لما يكون معاه وان هو هيفوز بكل شيء وهو جنبه طبعا بتكون مصدومه بالكلام ده وعايزه تعرف طبعا بردك يعني ايه اللي حصل بالظبط لكن بتقول خلاص لازم ابحث واعرف يظهروا بقى تاني يوم الاثنين مع بعض كالعاده في الصباح وأعرف بيحكي له ان مامته سالت كتير عنه وطول الليل طبعا استجوبته وهو طبعا جاوب بكل حاجه لكن طبعا فيان بيكون قلقان بيقوله اكيد لازم تعرف عني كل شيء عشان يعني لو قابلتني تبقى يعني عارفاني على الاقل أراف بيقولوا ما تقلقش خالص ادام معاك انا يعني مش هيحصل اي شيء يعني تقابل قريب ومعايا امي واكيد يعني هتحل كل مشاكلك في الوقت ده كاسه بتكلمه وهي كده متضايقه قوي وكمان هو مستغرب جدا ان هي تتصل في الوقت ده وبيقول لاراف يعني ان الفتاه الاستثنائيه هي اللي بتتصل اراف عامل صوت كده جنبه وكمان عايز يكلمها كاسه بتلاحظ ان اراف جنبه بتنهي المكالمه بتقوله عايزه اقابلك يعني نتكلم عن شويه تفاصيل كده عشان المشروع وأعرف بيقوله يلا بقى ظبط نفسك كده وغير ثيابك بان عليها بقت معجبه بيه